مرحبا. لبنان الأخضر رح يبطل أخضر. كل ما شفنا موقع حلو أو شقفة أرض خضرة منعمر عليها بناية أو فيلا، لا منفكر لا ببيئة ولا خضار ولا شيء. فمن خلال قطع الأشجار نسبة الأكسجين عم بتقل وصحة الإنسان عم تتأثر وحرارة الجو عم بتزيد وما بقى شيء يحمينا. والمطلوب ينعمل تخطيط مدني لحماية الثروة الطبيعية يلي عم تختفي تدريجياً. وبالعودة لطقسنا، طقس خريفي دافي مسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ومستمر معنا للأيام اللي جاي. أما الرطوبة انخفضت، الهواء متوسط السرعة والرؤية جيدة على الساحل وضبابية فوق الجبال. أما حرارة مياه البحر 26 درجة، وإن شاء الله بتقضوا نهار أحد حلو كيف ما حبيتوا تقضوه. أما اليوم طقسنا بلبنان قليل غيوم مع استقرار بدرجات الحرارة يلي عم تتراوح ببيروت بين 15 و29 وفوق الجبال بين 15 و22 وبالأرز بين 5 و16 وبالبقع بين 10 و28 وبجنوب بين 16 و26 درجة. وهلأ منبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية ومنروح تحديداً أنا وياكم. إذن منبدأ بمشوارنا من أبي سمرة 27، أرطبة 27 درجة، ومن بعد عين الرمني 27، المية ومية 28، وصور 27، رماش 24، ومن بعدها مشغرة 23، رياق 25 درجة، القاع 24، والهرمل 28 درجة. بالنسبة للرطوبة بتتراوح بين 25 و65%، حرارة سطح الماء 26 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، ورياح شمالية لشمالية غربية. أما كيف رح يكون الطقس اليوم واليومين اللي جايين خلينا نشوفهم سوا. اليوم بتتراوح ب 14 و29، وبكرة بين 15 و29، ونهار الثلاثة أيضا بتوصل ل 29 وأدنيها 16 درجة. وهلأ بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. إذا صنعاء 25 والقدس 25 درجة، ومن بعدها القاهرة 31، وأخيرا لندن 11 درجة. وهيدا كان جونا، بس خليكن معنا لتتابعوا آخر أخبارنا.